رشيد المربتي، انا ان شاء الحمد لله مستعد بما فيه الكفايه باش نحتفظ على اللقب ديالي. كنشكر تي جي سي سي اللي وفرت لي جميع الامكانيات باش نكون على احسن استعداد واحسن قوه. وكما تعرفوا فالدوره ديال 36 فيها منافسه كبيره، ولكن نتمنى ان شاء الله باش اللقب يكون مغربي ويبقى هنايا في المغرب. Donc il faut qu'il soit aussi dans les conditions de travail حسناء حمدوش من مدينة ديال القنيطرة. دونك سي ما دوزيام بارتيسيباسيون او ماراثون دي سابل. جي ديجا بارتيسيبي في لا 35ايام اديسيون، جي يو لا 4ايام بوزيسيون سور لو بوديوم فيمينا، و سيت اني جو بارتيسيب ا لا 36ايام اديسيون توت اون ايتون ان مومبر دون ايكيب فيمينين كي اي كريي ديجا بور لا بروميير فوا. دونك اون ايكيب فيمينين كي اي بريز ان شارج بار لو سبونسور تي جي سي سي. En termes de compétitivité, donc il y a une très très belle présence féminine, qui a une concurrence aussi, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Mais Inch'Allah, je vous remercie de vous retourner dans les conditions jolies, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عزيزه الراجي، عدات في المسافات الطويله. انا ربحت، انا عندي اللقب ديال الماراثون دي صابل سنه 2021، وان شاء الله بهذا العام نتمنى نحافظ على اللقب ديالي ان شاء الله، وبرغم التدريب ديالي المكثفه في مدينه افران، ان شاء الله نتمنى نحافظ على اللقب ديالي. وبغيت نشكر السبونسور ديالي تي جي سي سي، والمدرب ديالي عبد الحاج معزيز، والاصدقاء ديالي اللي معايا في التدريب.